استكشاف اخر حاجه فيها مش عارف شرحت لكم انتوا المجموعه اللي نسيت اشرح لكم ولا لا الايرلي هايبر دايناميك ستيت والليت هايبو دايناميك ستيت غالبا شرحتها لكم ما شرحتهاش في المجموعه الثانيه ايرلي احنا قلنا طبعا في اورجانيزم دخل اندودوكسينز دخلت اعدت الانتستاينال بارير وده كله طبعا خلى فيه حاجه اسمها سايتوكاين كاسكيد. هذا السايتوكاين كاسكيد هو الفارق الجوهري ما بين ايه وايه؟ ما بين السيبتيك شوك وما بين الهايبوفوليميك شوك. حلو؟ السايتوكاين كاسكيد ده عمل ثرومبوزز مايكرو ثرومبوزز فين؟ في الكابيلاري بيد اللي موجوده في التيشوز في كل جسمنا. فحصل حاجتين، الحاجه الاولانيه ان احنا سكيبنج التيشوز خلاص يعني ثرومبوز فما بقاش في بيرفيوجن حلو للتيشوز. رقم اثنين ان فتحت ايفي شانس فالسكيبنج بقى اعلى. الى جانب طبعا ان حصل حاجه اسمها ثرومبوز اول اوفر ذا بادي بس اسمه دي اي سي ديسيمينيتد انترافاسكولار كواجولوجرافي. وده استهلك كل الفاكتورز بتاع الكواجوليشن اللي في الجسم. فبقى العيان يوصل لمرحله انه ينزف من اي شكل. الكلام ده هو نفس اللي حصل في الهايبوفوليميك شوك. بس سببه كان ايه؟ مايكرو سيركلاتري تشينجز، هنا سببه ايه؟ سايتوكاين كاسكيد. السايتوكاين كاسكيد هو الفارق الجوهري ما بين السيبتيك والهايبوفوليميك شوك. ثم بعد كده المايكرو سيركلاتري هي هي، السيلولار درينجمنت هي هي، والاسيد بيس بالانس هو 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 اللي بيجي. ثم بعد كده المالتيبل اورجان فيلير او المالتيبل اورجان سيستم فيلير. فلما تيجي تذاكر ذاكر بذكاء. انا مش بذاكر الباثولوجي او الباثوجينيسيس بتاع سيبتيك شوك بمنع عن الهايبوفوليميك هو هو. بس في الاول في جزء في الاول اسمه سايتوكاين ايه؟ كاسكيد. كاسكيد يعني شلال. بعد كده بقى قلنا ان في حاجه اسمها ايرلي وحاجه اسمها ليت سيبتيك شوك. العيان اللي جاله انفكشن ودخل له اورجانيزم غالبا نيجاتيف بس اللايف ممكن انيروبس. العيان ده عنده فلاشنج اول اوفر هيز بودي خلاص وفيفر عاليه جدا. ده مش موجود في الهايبوفوليميك شوك. اللي نزف ما بيسخنش، اللي نزف ما فيش فلاشنج فيه ما بيحمرش. فدي فرق شاسع جدا ما بين الهايبوفوليميك وما بين السيبتيك. وهو هو اللي يفرق لي الايرلي سيبتيك من الليت سيبتيك، لان الليت سيبتيك زي البيكتشر بتاع الهايبوفوليميك. الليت سيبتيك كولد كلامي سكين ساقع وسويتي. هو هو اللي قلناه في الهايبوفوليميك. طب انا هدفي ايه؟ هدفي ان انا افرق الليت من الايرلي؟ لا، انا هدفي ان انا اشخص في الايرلي. فانا بقول لك لو انت شفت عيان عامل عمليه بعد بيرتونايتس او عنده هو بيرتونايتس ما لحقش يعمل عمليه بس العيان ده دخل في كولد كلامي سكين، دخل في هايبوتنشن عنيف، العيان ده ليه سيبتك مورتاليتي 80%. العيان ده ما اتلحقش. يبقى الطبيعي ايه؟ ان انا كجراح ان انا كدكتور اشخص العيان السيبتك ايرلي، حلها الوحيد ايه؟ ان انا يبقى عندي هاي اندكس اوف سسبشن في العيان اللي ممكن يحصل له سيبتك شوك. زي ما قلت لكم قصه كده، واحد عامل عمليه كولون سيرجري. الكولون يعني موصل كولون في كولون، ده اسوء حته في جسمك. فيها الفيسز بتاعتك في اسوء اشكالها قبل ما تخرج بره جسمك. عليها ايكولاي، عليها بكتيريا كتيره جدا، ولو طلعت جوه الابزوربنج سيرفيس بتاع جسمك اللي هو البريتونيال سيرفيس يحصل فيه توكسيميا رهيبه. طب انت عامل كولوكوليك انستموزس، خايف من ايه؟ ان الوصله تطلع بره يحصل ليكج. فانا قلقان ان العيان ده في سريره يبلغوني ان هو ابتدى يبقى فلاشت. قلقان ان العيان ده يبقى فيفرش. طبعا في فيفر اسمها اتروماتيك بوست اوبرتيف فيفر. ان واحد يخرج من عمليه يسخن 48 ساعه مسموح ان يحصل سخونيه. بينج كوني جنرال انستيزيا زائد ان احنا فتحنا حته من جسمه. فيحصل حاجة اسمها رياكشنال فيفر. دي اتروماتيك، دي بسبب تروما مش بسبب انفكشن، اتس نوت انفكشن. لكن حصل بقى هاي فيفر وبعدين حصل فلاشنج والعيان تاكي كارديك، فانا الارمد. انا الارمد العيان ده ايه؟ ممكن يكون داخل
في early septic shock. ليه؟ لأن عندي نوع عملية ممكن يعمل كده. وديت لكم مثال المرة اللي فاتت، واحد عنده fracture tibia. إيه المشكلة؟ بجد حاطط شريحة مش لدرجة إن هيحصل إيه؟ ستول في البطن. فعمره ما هيعمل early septic shock. فما مقلل قوي السسبشن في العيان ده اللي يحصل فيه early septic shock. فتلاقيني كاتب لك كده الحل الوحيد عشان تلقط لأول سطرين يعني، تلقط الايرلي سيبتك شوك وده دورك الأساسي، إنك أنت يبقى عندك هاي اندكس أوف سسبشن في العيانين وفي نوع العمليات. يعني ممكن نوع العملية نفسها مش سيفير قوي، لكن العيان سيفير، العيان ديبيليتيتد، العيان عنده دايابيتس، العيان عنده مصايب، فهو اميونو سبريست، هو بور جنرال كونديشن، فتنتهي العملية برضه بسيبتك شوك. لو انت لقطت السيبتك شوك في الاول تلحقها كويس جدا، لكن انت لو لقطتها في الاخر انت لقطتها زي ما العامل والممرض لقطها، خلاص؟ وهي مسؤوليه صعبه لما تكون بتفكر في عيان with dirty operation with contaminated operation، فانت خايف ان يحصل absorption، ولما يحصل absorption لهذه الاورجانيزمز لهذه التوكسينز نبتدي نوقف بقى الانتستان بارير بتاعنا وكله يطلع على السيركليشن ويحصل سايتوكاين كاسكيد. فمن الاول تلحقوا بكفرج اوف انتيبيوتكس كويس، تلحقوا بان انت تعمل له اي انترفنشن ممكن يشيل الليكج ده من عنده، يشيل الابزوربشن ده من عنده في توكسنز، وتلحقوا انك تغطي بهاير لاينز اوف انتيبيوتكس. يبقى هتلاقي في الجدول اللي عندك ده اوليجوريا هنا اوليجوريا هنا، تاكيكارديا هنا تاكيكارديا، انت كاتبهم ليه؟ عرفك ان دول سيميلاريتيز. هما ايه الديفرنسز؟ لا، الناحيه الليت كولد كلامي سكين، نعلم عليها الناحيه الليت كولد كلامي، الثانيه فيفر وفلاشنج. الناحيه الليت مور هايبوتنشن، نعلم عليها هناك، لا سلايت مايلد هايبوتنشن، لكن الاثنين تاكيكارديا خلاص. والناحيه الليت تخش في مالتيبل اورجن فيلير، الرينال فانكشنز تزيد، نتكلم بقى على ليفر فانكشنز عاليه في السماء، نتكلم على بلاوي سودا حصلت خلاص في البلمونري الاي ار دي اس اكيوت اكسبيرتد سيندروم، بقينا خلاص في ليت ستيج. طب يا فرحتي انا شخصت الليت، وهي ما كل الناس شخصت، ما انا عندي ميوت مرتبط 80%. بقول لك طب العيان ده علاجه ايه؟ ما ناس بتتقلب لسه في الانفكشن وانا شغال في الشوك، حاجه كده الشوك قبل الانفكشن. ايه بقى العلاج بتاعه؟ بسيط جدا. واحد، اوعى تقول السبورت في الاول. طب انا كاتبه لك الاول، معلش ما هو انت كتبت الكتاب، لكن انت لو ما كتبتش الثاني خلاص انت ضيعت السيبتك شوك. فهتلاقيني قايل لك ايه؟ ديتيرمن السورس اوف اورجانيزم وايراديكيت ات. لازم تعرف هو ايه مشكله القصه دي؟ ايه اللي عمل سيبتك شوك؟ هتلاقيه تحت على اليمين في صفحه كده. هو ده الاساس، اعالج السبب، اكونترول الكوز. فده اكتبه انت الاول. ليه اكتبه الاول؟ ما انا ممكن اكتبه في الاخر زي ما انت كاتبه في الكتاب، اه مش هتنقص، بس لو نسيته هتنقص. فتكتبه الاول عشان ما تنساهوش، تبقى حاطه دايما في دماغك اولويه. فانا اعرف الكوز ايه؟ الليكج جاي منين؟ نوع الاورجانيزم غالبا ايه؟ اخد كالتشرز من البلاد، اخد كالتشرز من البون، وابتدي بقى ايراديكيت. نمشي على كيفالوسبور، نمشي على امينو جلايكوزايد، حاجات اسمها بوزيتيف وحاجات اسمها نيجاتيف، وامشي على اني رابط اللي هو المترونيدازول او فلاجيل، فغطي كل حاجه. بوزيتيف جرام، نيجاتيف جرام، وانيروبس. خلاص؟ ممكن اعلي في اللاينز، في فيرست لاين، في سكند لاين، في ثيرد لاين، حاجات بقى زي الفانكومايسين، حاجات زي يعني انواع كتير من الانتيبيوتكس ممكن تغطي بيها، وتبقى جايدد بالكالتشر بتاعتك. ممكن ما تبقاش شايف ان في اي سورس اوف سيبسس من عمليتك. اه بس العيان مركب ايه؟ قسطره، ممكن تكون عامله يو تي اي، العيان راقد وما بيتحركش خالص، ممكن يكون سمارت كونتاكت انفكشن ونمونيا. العيان عنده ووند انفكشن وانت عمال تفكر في حاجات ثانيه، والووند هي اللي مدهوله الدنيا ومعليه تي ال سي ومعليه كل حاجه والفيفر وكل حاجه. ولو الووند كبيره جدا جدا ممكن تكون عامله نيكروتايزنج فشلت تاخدها في الانفكشن ان شاء الله. ده اكستنسيف مورتاليتي، ان كل الانفكشن مش سحب في الجلد، سحب في الفاشل جلد، سحب في السبكوتينيوس فات. ودول عيالين بتشوفوهم اكتر في الناس، الناس الاوبيز، الناس الدايابيتس. تلاقي واحدة تخينة جدا 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 عندها امبيليكال هيرنيا، عملت عملية لأن امبيليكال هيرنيا كانت انكارسريتد، انكارسريتد يعني مخنوقة. عملت الهيرنيا شوية توكسينز انتشروا في الفاشيا بلينز، تبص تلاقي العينة دي بعد العملية خلاص ركبنا شبكة زي الفل مفيش حاجة، لكن العينة وزنها 200 كيلو، فالبرفيوجن مش واصل للحتت دي،
فمفيش دمويه كويسه ليها فمفيش اميونيتي لوكال. طب بص تلاقي واحده واحده بدات تسود بالحتت دي وابتدت تبقى رمادي خالص مفيش دم وصل لها الكرابيك سلافينج. بص تلاقي بطن العينه كلها في الشارع ما انتش عارف تجيب لها جلد منين ولا فات منين. وتلاقي بقى في توكسيميا منتصف في سيركيليشن بكتيريميا رهيبه سيبتيسيميا رهيبه ودث نيكروتايزنج فشلز. موضوع مهم في الشابتر الجاي. فباختصار السيبتيك شوك علاجها رقم واحد الكوز كنترول ات. رقم اثنين بقى العلاج العادي بتاعنا بتاع الهايب فوليك شوك سبورت السي بي اس سبورت ريسبيراتوري سبورت رينال. سبورت السي بي اس ازاي؟ ادي محاليل بالهبل يقول لك اب تو 10 لتر في فيو اورز. ممكن تدي اينوتروبس حاجات تزود الفورس بتاع الكارديو كونتراكشن. خلاص اديت محاليل اديت دم لو الهيموجلوبين قليل وقلنا لو كان عندنا انيميا بتدي على طول هول بلاد اديت اينوتروبس. لكن تاني حاجه سبورت ريسبيريشن تدي اوكسجين. يقول لك معظم عيني الشوك يحتاجوا اوكسجين سبلاي. هايبوفوليميك ماشي سيبتيك ماشي نيوروجينيك ماشي كله يحتاج اوكسجين سبلاي. فتدي اوكسجين ماسك. ممكن تحتاج تعمل اندوتراكيال اكتيفيشن وقلت لك الانديكيشن يقل الاوكسجين في الدم في الاي بي جي عن 60 ملم اتش جي او يزيد السي او 2 عن 60 ملم اتش جي والمفروض الطبيعي ب 35 ل 45. وبعد سبورت الرينال تدي فلويدز عشان تمنع بقى الاوليجوريا اللي بتحصل دي ما هو بسبب النقص بتاع البلاد فلو. فانت اوريدي وانت بتدي محاليل انت بتساعد الكدني لكن كمان ممكن تدي حاجه اسمها دوبامين. الدوبامين بيزود الرينال بلاد فلو. يبقى ثلاث حاجات سبورت السي بي اس سبورت ريسبيراتوري وسبورت في رينال. لكن الاساس ايراديكيت الاورجانيزم وغطي بانتيبيوتكس محترم. الحقيقه الكارديولينيك شوك نيوروجينيك شوك انافلكتيك شوك اندوكراين شوك لن اسال فيهم لان هم مش مواضيع جراحيه. كاتبهم لي ليه؟ استكمال الشكل بس. تبقى تقراهم قرايه خفيفه بس. لكن لو هسال في حاجه فيهم اسال في نيوروجينيك. ده واحد عيان زي كده بالظبط المازو ميديا الاتاك دخل شاف دم راح وقع. دخل اتفرج على العمليه راح وقع. ونصيحه ليكم كلكم بتعمل حاجه في التوث اكستراكشن بتعمل اي حاجه ما تخليش قريب العيان واقف. هي ثقه في النفس وحلوه قوي المنظره وخصوصا لو انت من النوع اللي عنده كونفدنس كويس. لكن وقوفه معاك رغم ان هو ممكن يطلب ما تستجبش ليه وده مش ضعف منك. لا ده حفاظا عليه لانك لما بتستجيب في كذا مره بتكتشف ان في ناس بتقع عنك. واعمل ان هو جامد وهو مش جامد ويقع. يبقى عندك دب وانت شغال حد وقع ايه ده قريب العين. طب استفدنا ايه بقى؟ انا ساعات بعمل كده في حاجه اسمها سيركمسيشن. بعمل سيركمسيشن طبيعي السيركمسيشن في الدول بره يعني مش عمليه. يعتبر هو عمليه طبعا كل حاجه بس يعتبر الجرح اللي هيجي عليه اصلا يورين. فالتعقيم بيبقى خفيف. خلاص؟ الطفل على طول بيروح بعد ساعه بعد نص ساعه مفيش بينج اصلا ما هو الليونيت اقل من شهر. فبيتعملوا سكنسيشن ويزاوت انستيزيا ويز لوكال انستيزيا بس خلاص. لكن الاب والام فرحانين بابنهم بره بيحترموا الحكايه دي ممكن يخلوك تتفرج على سكنسيشن معاهم. بره هما كبرت خلاص اشتغلوا في كل حاجه بظروف اوبتيم. احنا هنا مش كده. فلو انت ظروفك اوبتيم في الشغل فدخلها. ظروفي مش اوبتيمم لا خلاص. يعني اللي معايا بيساعدني في السيركمسيشن مرتبك شويه مش عارف لا خلاص. لكن الاصل انا العيان او الطفل اللي بيجي لي يحتاج سيركمسيشن ابوه مطالبين يخشوا ادخلهم يخشوا يقعدوا جنبي. وليا شروط كده ما تقفليش. واقف كده وعمال هو مش حاجه اصلا مبدئيا. بس هو واقف بيتفرج. هو مش معايا حاجه عمليه بس مبسوط ان هو بيتفرج. خلاص مفيش مشكله. بس اقعد. لما العيال يقل الزوجه يقول لك لا انا مستريح كده ويقول لك هات كرسي واقعد. هات كرسي واقعد اقعد. ما بحبش انا حد يبقى واقف جنبي وانا شغال. خلاص؟ عيب دي ايه؟ انا بعملها بس عيبها ايه؟ واحد هيكومنت على شغلك. هيكومنت على شغلك. يعني انا في الطبيعي لو انا معايا الحكيمه وقاعده ماسكه الطفل وبعمل طهاره بقول لها اسندي دي ما اسندتش ايه ده مش عارف اسند طب امسكي دي امسكي دي كويس كده فاهم؟ هو بقى لو لقى حاجه زي كده امسك لك انا يا دكتور. لا امسكيش امسك لك
بس نتيجة. طب على الشاشة لو طيار الخدمات هو فاكر ان هو كده بيخدمك، فده المفروض يفضل ساكت. لو ما فضلش ساكت اسكت، بس كنت عايش على راسي كوميش هيرفعك. بس زي ما قلت لك كده ممكن انا اقدر انا مش عارف ايه فاكر ايه. طب ساكت فازو فيدا نيوروجينيشن فهذا يحلف لك 100 حلف ان هو شاف 100 عمليه قبل كده واتفرج على طهارات اهله كلهم وفي الاخر لما يخش معاك بق كبير. رقم ثلاثة انك تكون انت من الشخصيات اللي بتتخض لما حد يتفرج. انا مش كده، انا اقدر اشتغل كويس جدا والناس كلها ان شاء الله يكونوا 10 بيتفرجوا عليا ما عنديش مشكله خالص. لما يبتدي ال 10 كومنت انا بتكلم، وخصوصا لو ال 10 الاكبر مني. طب ما تعمل كده، طب ما تقلقش بصوت العمليات بين كل بقى وعمليه ميجر او كده. فانا عارف حدود ايه، لكن عمليه ماينور بسيطه في عيادتي بشتغلها على طول على السرير. الاب والام من حقهم عايز يتاكد بالتعقيم يبقى هو مش واثق فيك. فلا تشك على دماغه على طول، يعني انت واثق انت مش واثق، مش واثق مش انا بفتح الالات قدامك بالتعقيم. حطها اوتوكلاف اقول انت فاهم يعني ايه اوتوكلاف؟ عارف تعقيمك لازم ولا لا؟ عارف لما ركبتها ركبتها بالتعقيم ولا مش بالتعقيم؟ فما تعملش فيها ان انت مراقب. انت مش بتاع غلط. لو هو نيته يتفرج الالات فين؟ تعقيمها ولا لا؟ ده تمشيه. ده اصلا مش واثق فيك. يعني ده بره لو حصل اي كومبليكيشن نقطه دم بس هيشتكيك. ما تتكلمش معاه. ده يفضل تطفشه من عيادتك. معروف كده في قواعد معينه تبقى عارفها. انت جاي مستأمني على حياه المريض اللي معاك، وانا دخلت معاه في اوضه عمليات لوحدنا. ما ينفعش ان انت تقول لي هي الالات معقمه ولا لا. لو انت مش واثق روح مستشفى فيها تعاقد واسالهم الاتكم معقمه ولا لا. وانت بقى قول لهم انا عايز الالات تبقى كذا وشوف هيقولوا لك ايه. انت بتتعامل في مصر مع معامله بلاد بره، انت غلطان. انت فاكر ان ليك حقوق زي حقوق بلاد بره، انت غلطان. عايز يعني ايه سيرجيكال انفكشن؟ من الاخر كده السيرجيكال انفكشن يا جماعه زي ما قلت كده ما ينفعش تكون مش مذاكره، لكن هو الحقيقه شابتر كبير بس سهل. فاللي يبقى عارف الخريطه اللي انت فيها كده هو كبير بس ايه؟ بس سهل. اول كلام باراجراف صغير كده يمين وشمال ده اسمه كلام شحاتين. يعني ايه كلام شحاتين؟ ازاي بتشخص الالتهاب وازاي تعالج الالتهاب. واحد جاله ابسس في الوند بتاع البطن، في الوند بتاع الفيس، اي حاجه انفلاميشن وبعدين قلب بابسس، شخصه ازاي؟ كلينيكال انفستيجيشنز لابوراتوري دايجنوزز تي ال سي عادي سي ار بي عادي انفستيجيشنز راديولوجيكال. كلام شحاتين تكتب عليه كلام شحاتين. طيب وتعالجه ازاي؟ عادي كفرج بالانتيبايوتكس قلب بابسس انسيجن اند درينج قلب بنكروسس اكسيجن اند درينج ريبيتد دريسنج كفر بقى انتيبيوتكس وخد كالشرز من الوند وكالشرز من البلاد. ده كلام عام. خلاص؟ السؤال بقى اللي جاي ده سؤال مهم ليه بنظري. What are the complications of infection؟ يعني لو حصل infection يهبب ايه؟ تلاقيه كده كاتب لك complications of infection رقم واحد spread. ده complication مشهور جدا. يعني الاصل كده لما تفكر لما حصل كونج انفكشن في جرح اسوء حاجه ممكن تحصل ليه؟ ان هو يوصل للي حواليه. لسه حكينا قصه الايه؟ النكروتايزنج فاشايتس. فيبقى في سبريد والسبريد يكون ايه؟ دايركت جنبه على طول او باي لمفاتكس. يفكرك بالاورام كده دايركت لمفاتك بلاد دايركت يعني في الوند نفسه. واحد عنده بايل في الهير فوليكل ادي شعرايه طلع فيها ابسس اسمه بايل فتح على جنبه في الهير فوليكل اللي جنبه فتح على جنبه في الهير فوليكل اللي جنبه بقى اسمه مش بايل بقى اسمه كاربانكل بقى كذا هير فوليكل انتر كوميونيكيتنج وذ ايتش اذر ويودي الباس من هنا لهنا لهنا. فالحقيقه
الحته دي كلها حصل فيها انفكشن، فبدل ما كانت شعرايه عامله حبايه عملت ابسس بقى ابسس كتير، وممكن يحصل نيكروزس فيه كله، فدايركت انفكشن. ممكن ينتشر في الفاشيا بلينز، يعني عاملين له شبكه وفك سرج، عاملين له شبكه فك ايرك، الشبكه فور البودي تزود ريت اوف انفكشن، هي مش سبب الانفكشن، لكن لو حصل انفكشن يزيد قوي مع الفور البودي. تبص تلاقي الجرح التهب احمر، وبعد كده بيبعد عنه بشبر، كله مورم، فوق مورم تحت مورم كله مورم. وممكن لو انت بقى رافع في لفات قوي وعامل ديد سبيس، يعني ديد سبيس يعني رفعت الابدومين هولوس الليكتو مع المسلس، رفعت السبتينس فاتوس الليكتو هو والجلد مع المسلس، فانت قللت الباسكلات بتاعته وقعد ينزلك جوه الحته اللي انت سلكتها دي، فعمل حاجه اسمها سيروما، سيروما كولكشن. هي ترانسليشن مش باس مش اكسبريشن، لكن مع وجود انفكشن هتتحول لباس. زي العيانين او العيانات اللي بيعملوا ابدومينو باستي، واحد عايزه تشد بطنها بعد الحمل، حمل كذا مره بقى فيه ريدندنس، نروح شادين البطن لتحت ونعيد زرع الصوره تاني في مكان جديد ونشيل الاكسس. احنا لما شدينا البطن شديناها كده؟ لا، رفعنا كل البطن بره. يعني جينا جبنا السبكوتينيس فات كله والجلد رفعناه من العضلات كلهم، يعني قاعدين شغالين بالدايفيرم كده في كل البطن لغايه ما نوصل للزيف استرنال. رفعناها كلها، نروح عاملين بلايكيشن للماسلز عشان الماسلز تلم كويس بدل ما كانت ريدندنت بعد الحمل. وبعد ما نعمل بلايكيشن للبطن بقى مشدوده خلاص، ضيقنا العضلات كويس، شلنا ريدندنسي، نبتدي بقى نفرد الجلد ونفرد بتاعها عليها ونشد ونشيل الاكسس ونعمل ايه؟ السوتش هدايت تحت على مكان القيصريه ونشيل الدوج ايرز. الرفعه دي كلها بفلوس. لو حصل انفكشن تقلب البص فيها كلها، تقلب الفشايتس فيها كلها، تقلب المورتاليتي، يعني بتعمل عمليه تكميم قلبت المورتاليتي. فلازم تبقى كفرت كويس جدا بانتي بايوتكس، لازم تبقى حاطط درينز عشان تمنع اي سيروما كله يطلع على بره. لكن وجود سورس اوف انفكشن في العمليات في الجراح ماشي اي حاجه مع اكستنسيف دايسكشن يقلب لي باكستنسيف وند انفكشن. واكستنسيف وند انفكشن يعني سيبتيسيميا وتوكسيميا وبكتيريميا، ممكن نخش في سكه شهر. فاول حاجه الاسبريد، وممكن الاسبريد يبقى عن طريق الليمفاتكس، وممكن عن طريق البلاد زي البايميا باص في البلاد، توكسيميا توكسنز في البلاد، بكتيريميا بكتيريا في البلاد، سيبتيسيميا مالتيبلاينج بكتيريا في البلاد. ادي ايه؟ التلات حاجات بتوع الاسبريد. رقم اثنين، يقل جدا مع الانفكشن الوند هيلينج. يعني الجرح مش راضي يقفل بقاله شهر. الانس مش راضي تؤثر بعضها، ما انت زايد تحت انفكشن. فانت عشان كده حله ايه؟ قلب بباص افتح عشان يطلع باص. طب ما طلعش دلوقتي، نستنى بقى لما يطلع. نحط باكيوم عليه، نعمل نوسع الفتحه. الجرح يبقى شكله وحش جدا، مفتوح على الاخر، حصل خير، بس لو سبته هياكل في المسلز، هياكل في الادجز، هيبقى الالتئام بترشري بسكندري هيلينج ويبقى فيري وايد سكار. فانت مبسوط قوي ان انت لا في باص بس بلاش نفتحه قوي احسن يجي. لا يا حبيبي، انت لازم تهويه وتخلص كله يدريب. لو ما لو لو سبته اكتر جوه والباص مش درين دي مصيبه. الجرح هيبقى اسوء. هو سيء وهيبقى اسوء. فتعرف كده باص محبوس في الجسم لازم يلاقي طريقه. ما لقاش طريقه هيقعد ياكل. ما الباص ده عباره عن معركه ما بين الايمينتي بتاعتك الوايت بلاد سيلز وما بين ايه؟ البكتيريا. فعمل باص. هيقعد ياكل في التشيس، فبدل ما انت كنت خايف على السكين بقى في ايه؟ اكل في المسلس. كده يحصل بيرسنس. البطن دفت. الامعاء مقفول عليها المسلز ومشكله في الجلد، دلوقتي بقى العضلات بتتاكل. وتبقى بيرست قبل من دي مشكله. تبص تلاقي نفسك بقى مش عارف تجيب العضلات تاني على بعضها، كلها فايبر وكلها فيها باص وبايجينيك ممبرينز وبلاوي سودا. تبتدي تحط له حاجه اسمها بجوده. بجوده دي يعني تحط كيس يغطي الامعاء. لغايه اما العضلات تتم واحده 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 واحده، وبعد تشيل الكيس وتقفل الجلد. وطبعا مع ريبيت دريسنجز مع وعات مسافه لمده شهر ونص شهرين. كارثه. لان انا لو حصل بيرست يعني الامعاء في الشارع. انت ما تقعدش ايه مبسوط قوي بال اه لا بس احنا ما وسعناش الجرح قوي، لا اصل احنا بنسحب منه بس هيك ده لا. طب
Pus equals incision and drainage. سيبته حصل ايه؟ corrosion في كل التشوز. كارثة. خلاص؟ رقم ثلاثة يقلل جدا الإيمونيتي. أنت جربتها أكيد. أي حاجة عن لوز ترقدت في السرير. فبالك بقى في معركة على نار ما بين البكتيريا وما بين الإيمونيتي بقالها مثلا أسبوعين. وإنفكشن. كان أصل الحتة دي بريك داون للتشوز وعملنا عملية كبيرة. ما طبعا الإيمونيتي بتاعتك تقل. وبعدين بتغرب بقى أنتيبيوتكس بتقلل الأكتيفيتي بتاعتك. فمن الآخر كده هتقلل الإيمونيتي بتاعت الشخص وتقليل الإيمونيتي دخلت في فيشس سيركل. والنيوتريشن لو قل وإيمونيتي قلت انسى إن الجرح هيتعب خالص. عشان كده لما بص واحد بقاله طبعا احنا الأدلس عندنا ريزيرف قوي جدا. يعني ممكن تقعد 10 أيام أسبوعين من غير أي حاجة محاليل بس عندك ريزيرفات. لكن الطفل مش كده. طفل عنده 10 سنين 5 سنين ما عندوش ريزيرف كتير. عنده شهر شهرين ما عندوش ريزيرف خالص. لو قعد 7 أيام 5 أيام من غير نبتدي نعلق له حاجة اسمها توتال بارنتال نيوتريشن. نعلق له أمين مؤسس في الوريد بتاعه. عشان خاطر ما بياكلش ما بيرضعش. خلاص؟ في كومبليكيشنز سخيفة جدا اسمها نيكروسيس. ايه النيكروسيس دي؟ ديث اوف ايه بيشنت؟ لا ديث اوف تيشوز. سلافينج تخافي الحتة اصلا. يعني زي ما قلت لك كده الكربانكل ممكن يعمل نيكروسيس فدي تقع كلها. انت متخيل؟ تبقى سودة حتة كبيرة سودة وعندك صور في الكتاب. تلاقي الحتة دي مش محتاجة انسجن ده هي اوريدي فاتحة على الجلد خلاص وبتدرين باس لكن مين بقت ميتة. ما بتحتاجش انسجن بتحتاج ديبرايتمنت. والديبرايتمنت يعني التنظيف. اكسجن يعني. وكلما حصل نيكروسيس كلما احتاج ديبرايتمنت اكستنسيف اكتر. لدرجة زي مثلا عنين دايركت فود القدم السكري دي مشهورة جدا. يجيله نيكروسيس في صباعه مثلا يجيله نيكروسيس في الهيل يجيله نيكروسيس في اي حته. النيكروسيس يعني ديد تيشوز يعني توكسينه في الدم ما ينفعش تسيبها فلازم تنظف لدرجه انك توصل لايه لهيلثي تيشوز. هيلثي تيشوز يعني بتنزف. هيلثي تيشوز يعني لونها بينك. حتى لو هتشيل كتير حتى لو هتشيل كتير. واحد عنده اكسبنسيف دايبيتك فود عمل انفكشن في الكف كف ماسلز هتشيل من ماسلز هتشيل من ماسلز مات لازم عشان. فالديبرايمنت لو انت من الناس اللي محسوكه وخايف قوي وسايب ديب تيشوز تموت عيان. بس تكون عنيف. عمل نيكروتايزنج فاشايتس، عمل سيفير سيلولايتس وانفلاميشن، عمل نيكروزس في الماسلز هتسيبها ليه؟ هيفضل في توكسينيا وسكت شوك. وهو اصلا عيان ديبريتيد دايبيتك. واللي جاب له دي اصلا هو نوت كنترولد. فمن الاخر لقيت ديب تيشوز تعملها ديبرايمنت اكستنسيف. وريبيت بريسز لكن تعمل تقول لا انا هشيل يعني مش كل الحته النيكروتيك دي هشيل جزء منها وخليه الباقي ونغير عليه ولا غير هيلف يبقى بني هتلاقي العيان بيديتيريت ويخش في هايبوتنشن ومحتاج رعايه ويبقى فنتليتد. ليه؟ لان حضرتك قاعد تقول ايه؟ معقول هشيل له السمانه كلها؟ هشيل له السمانه كلها احنا ممكن نعمل امبيوتيشن. ساعات الفيروس الاورجانيزم هو السبب ساعات الاميونيتي بتاعت العيان هي السبب ساعات اهمال العين مرسله. ففي حاجات كده لازم تستأصلها فمش هيبقى انسجن هيبقى اكسجن اللي هو الديبرايمنت التنظيف. خامس حاجه هتلاقيها عندك مكتوبه واضحه جدا حاجه اسمها سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم ودي مهمه جدا النظر سيرس. وهتلاقي الالجوريزم مكتوب عندك يقول لك حصل هايبوفوليميا حصل بانكرياتايتس، بانكرياتايتس برضه بتعمل ايه؟ بتعمل شوك. حصل اي حاجه هيموريج اي حاجه فبيعمل حاجه اسمها سبلانكنيك برفيوجن امبيرمنت. يعني ايه؟ يعني ايه سبلانكنيك؟ سبلانكنيك يعني فيسرا حشو. انت يعني امعاء اخبارها ايه؟ كيدنيز اخبارها ايه؟ تلاقي البلد فلو قللها. طب ما طبعا نقص البرفيوجن ليها لانه ما بيزيدش الحاجات دي بيروح للبرين والهارت واحنا عارفين. فالحقيقه الالجوريثم اللي عندك ده مش الالجوريثم الحاجه او السيريال اللي حصل ده مش ده هو ده وصف ايه؟ السيبتك شوك. فالسيرس ما هي الا ايه؟ سيبتك شوك. وهتلاقي الكلام اللي عندك مكتوب
تحت كده السيرس، خد سهم من السيرس على الكلام اللي مكتوب تحت شرح السيرس، هتلاقي الكلام كله بيوصف سيبتك شوك، هايبوكوليميا، عملت نقص في البرفيوجن للسبلانكنيك فيسلز، وده ادى الى كسر الانتستينال بارير، وده دخل الاندوتوكسينز والبكتيريا على السيركيليشن، ولما دخلوا على السيركيليشن عملوا استحاله تحفيز للسيتوكاين كاسكيد، والسيتوكاين كاسكيد دخل نيتس. فانا بوصف في السيرس ان انفكشن من ووند عمل سيبتيك شوك ازاي اللي انا كاتبه. فانا في الحقيقه مش بوصف حاجه جديده، الهايبوتنشن اللي حصل والتاكيكارديا وكل الكلام ده كله ده عباره عن سيرس. ايه هو السيرس عشان ما تخافش من الكلمه؟ سيستميك انفلاماتوري سيستم سندروم ده عباره عن ايه؟ سيبتيك شوك بسبب انفكشن. كانش المفروض ان ده يحصل. ووند انفكشن يعمل كده يعمل كده يعمل كده، لكن ليه دخلت سيبتيك شوك؟ فسموها سيرس. سيستميك ريسبونس. حصل سيبسس. يعني عيان عنده ووند انفكتد تبوظ له الانتستينال بارير فتدخل كل البكتيريا اللي في الانتستين على سيبتيشن؟ ممكن. ادي يا سيدي السيرجيكال انفكشن. طيب ايه السيرجيكال سايت انفكشن؟ صفحه بقى اللي بعدها، ده حاجه اسمها سيرجيكال سايت انفكشن. السيرجيكال سايت انفكشن ليها اسم تاني اكتبه جنبها مشهور بس تم تغييره من زمان، هو ايه؟ بوست اوبراتيف وورد انفكشن. طب ليه مش كاتبين كده؟ ولا حاجه مفيش اي لازمه. سيرجيكال سايت انفكشن بينبسطوا قوي من الاختصارات اس اس اي، شكلها اشك اعم من بوست اوبراتيف وورد انفكشن، ان هم الحقيقه واحد. هم واحد. فلو جالك بالعنوان ده جالك بالعنوان ده تبقى حافظ عنوانين. الثاني ده عنوان كلاسيكي. لكن اس اس اي اس اس اي ده العنوان اللي مكتوب في كل التكست بوكس دلوقتي. ايه اسباب؟ ليه حصل وورد انفكشن؟ اسباب في العيان. عيب العيان. اسمها General causes. يعني عيان old age، عيان عنده مشاكل heart failures، ده weak perfusion أصلاً، عيان عنده diabetes mellitus، chronic illness مقللة الإيمانية بتاعته، أو العيان بياخد medications بتقلل الإيمانية زي corticosteroids زي immunosuppressants. فالعيان نفسه عنده poor general condition، العيان نفسه عنده debilitating disease، العيان نفسه عنده medications بتقلل الاميونتي. دي جنرال. امال ايه اللوكال؟ هقول لك بقى. ممكن يكون المكان اللي فيه العمليه اللي فيه الووند الدم قليل ليه؟ عادي بتحصل جدا. ممكن تكون في حته فيها فات كتير. ممكن تكون في حته فيها previous operations وفايبروز قبل كده كتير. فيقل الدم للحته. أو تكون أنت عامل أناستوموزس بس الفيسلز اللي وصلت مش حلوة. ده وارد جدا. يبقى ممكن يكون أنا بقى اللي في مشكلة. أنا كجراح سلكت كتير، عملت اكستنسيف رف مانيبيوليشنز. الجرح اللي بيورم جامد يلتهب أسرع. طب والتوريم الجامد والإيديما دي من إيه؟ من الرف مانيبيوليشن. يبقى من الجراح نفسه. ممكن يكون مشكلة العملية نفسها. عملية كانت في وسط الكاكا، في وسط البريتونايتس. واحد بطنه الامعاء انفجرت بسبب حادثه، طلعت كل الفيسز في البطن. فانت بتشتغل في وسط البسله ووسط الرز والبنجان المخلل. فده طبيعي انفكشن تقول وتقول لعيانها هيحصل انفكشن تقول ولو ما قلتوش تبقى حر. لانك مش هتقول له حاجه هتحصل بنسبه 100%. فهيقول لك حصل بعد ما الدكتور عمل لنا عمليه التهاب شديد في الجرح، لكن التهاب كده ازاي؟ صغرتها ازاي؟ حصل ده في جرح زي ما الدكتور قال. تبقى عارف كده. زي بالظبط دكاتره يعني انتوا لما تيجوا تعملوا حاجه مثلا اكستراكشن ويزدم تو فاهم العيان ان هيبقى فيه سيفير بين بعد ما اختفي اللوكال اللي في عضله غير لما تعملوش. لما تعرف انه هاخد كذا انرجيزي لما ما تعرفوش تفرق جدا في سمعتك في ده كله. وقال لنا هيحصل وحصل. العيان المصري بيحب قوي ياكل الحاجات دي وحصل زي اللي ما قال لنا بيؤمنوا جدا بالدكاتره. فانت ما تبوظش الايمج بتاعك. ما تبوظش في عيادتك مثلا بتشيرت. صح؟ عيب. تقول لي عيادتي مقتها من الشكل الظاهر يا عم. انا بقول لك كود كود متفق عليه في كل حته والعيان المصري مش مختلف عن الكود ده. كده كده هيقيمك من لبسك. انت بتلبس عشان لا بتلبس عشان الكود هو الكود كده.
ينفع تقعد بفانيلا؟ العيادة؟ مش معنى؟ ما انت حر. ما تقعد بفانيلا. كل حاجة ليها حاجة. عايز تلبس كاجوال اللي صغيرة بيها دي. لكن سيمي كاجوال ماشي. كلاسيك تمام ماشي. عايز تلبس كاجوال خالص اللي بتعلي بوت. لكن ما تلبس بطلون اقطع. ما تخشش بالشورت والفانيلا العيادة. لأنها حرية شخصية. انت مش عامل حاجة يعني خارقة لا ده فانيلا. فانيلا بتاعت الجيم عادي مش فانيلا البيضة اللي الحمالات لا فانيلا الجيم عادي يعني لكن ما ينفعش ما ينفعش على كتافك ليه؟ اللي كتاف وحشة مش لو عجشك لا ما ينفعش هو العيان كده لازم يشوفك بالبيضة فانت لو انت مش مقتنع بفكرتي اكستريم فكرة تقتنع على طول يعني انا بقول فكرة انت شايفها غلط اكستريم فكرة مش انت بتقول انها حرية البس انا عايز في العيادة طب خلاص اكستريم فكرة بدل ما هلبس تيشيرت وبنطلون هلبس بنطلون مقطع وفانيلا هي هي نفس الحريه نفس المبدا بتاعك هتلاقيه مفروض طالما المبدا بتاعك اترفض لما بقى اكستريم يبقى ده مبدا غلط خلاص فما ينفعش تبقى قاعد قدام عيان بيحب الدكتور بيموت في الدكتور بيقلل للاسف الدكتور وانت تبقى قاعد بمظهر سخيف جاكيت سواقين قاعد في وسط الناس بجاكيت سواقين داخل بكوتش ابيض على بنطلون اسود ومن فوق تيشيرت مفتوح سبعة غايب فطلع شعر سادة. عيب. عيب. مظهر لا ليه دعوة خالص، مالوش دعوة بالحرية خالص، دي دعوة باللياقة. أنت لائق في التعامل ولا لا؟ زي ما ينفعش تقول كلام معين تعيب. في حاجات كده ما ينفعش تعملها. يسأل سؤال الجو كده لو أنت بتجاوب كده في بيتك ما تجاوبش كده قدام عيان. ما هي مش عارف. تشوح كده سنه لا انت كل ما قل كلامك كنت بقى من ثقافه مصر كل ما زاد كلامك بره احترمت اكتر كل ما قل كلامك في العياده احترمت اكتر الا لو العيان بيسال اسئله معتبره اسئله محترمه تجاوب عليها باستفاضه وتخليه ما يوقفكش في النص تخلص بقى تزهقه بقى تعرف التفاصيل كلها كويس ويبقى صوتك عالي في العياده ما ينفعش يبقى صوتك واطي مش سامعين منه حاجه الدكتور ده في كوميونيكيشن سكيلز بيزكس صوتك عالي معناها انك في مصر ايه عندك ثقه في نفسك اتكلمت بصوت واطي يبقى انت ايه خايف من العيان اصلا وما ينفعش تبقى خايف من العيان ما هتعمل في العمليه ففي حاجات كده بيزكس كالشرال تختلف من دوله لدوله فما تعترضش عليها يعني لما تطلع بره وما تقولش كل التفاصيل بدقه رهيبه كل البروز والكونز بتاع اي عمليه يعلقوك. العيان نفسه يعلقك القضاء. لكن هنا لو قلت البروز والكونز بتاع كل عمليه ايه اللي هيحصل؟ هتتعلم. مش هتشتغل خالص. لان انت ما وصلتش للعيان اللي المفروض يفهمه. انت عايز توصله حاجه يفهمها. انت وصلت له صوره ثانيه اللي المفروض يفهمها. بتاع بره فهم ولا لا؟ فهم. لما تقالوا الحاجات دي لانه عيان ايه؟ بيفهم. لكن هنا ايه اللي بيحصل؟ عيان نرفيف مخه بسيط بتقول له ايه؟ ايه اللي انت بتقوله له؟ كلام علمي؟ خم. وحد سمعت بقدر عقولها. هو نفسه بيطلع يقول لك عمال يطلب في كلام كده مش فاهمين هو بيقول ايه؟ طلع مش فاهم منك حاجه. هو الهدف تنفيذ القوانين؟ تنفيذ الريجوليشنز اللي اتفقنا عليها؟ ولا الهدف انك توصل العيان لبره الامان؟ انت قلقت عيان المصري بكل التفاصيل اللي بتقولها، يبقى انت ايه في الاخر؟ ما وصلتوش لبره الامان. داخل قلقان، خايف، مقلق من كل حاجه. وهو نفسه لما بيحصل كومبليكيشنز مقبوله مش مقبوله، مقبوله عادي التهاب ده هو عارف انه ممكن يحصل. ما احنا فيه اصلا قذره. وهو نفسه لما طلع بجرح وطلع في حته قذره. فعادي جدا ممكن يحصل انفلاميشن ما يجيش شايل عيان اجنبي يقول لك ايه؟ انت ما قلتليش اللي هيحصل. لا ده ممكن يحقق فلا تاخد هنا بره ولا تاخد بره هنا اتعلم كده كثير جدا من الفشل في مصر هنا من انك واخد ثقافه بره استطباق هنا لا انت بره استطباق وكثير جدا من الفشل او يعني هو القليل الحقيقه يعني بس لما بيحصل بره انك انت بتتعامل بثقافه هنا بره ما ينفعش وقف نفسك هناك بطيئه الدنيا خالص هناك تبطئ كل حاجه تقعد معاك ساعه هنا طبعا عندي دقيقه مش وقت هنا كثافه سكانيه عاليه هنا مش كثافه هنا مفيش اجور هناك في اجور فاللي هيدولك بالاجور هيحاسبوك عليها
هنا لو ما عالجتش ال 200 عيان في ساعتين هيعلقوك. ما ينفعش، لازم تعالجهم. صرف نفسك بقى، صرف نفسك. اللي مش مهم برايورتايز، شوف الدنيا ماشيه ازاي. صرف نفسك، مش عاجبك امشي. لكن ما تجيش تقعد تقول انا محتاج، فعليا انت محتاج ل 200 عيان 11 ساعه مثلا، 12 ساعه. هتقعد فعلا 12 ساعه؟ طب لو انت ما عالجتهمش وهم قطعوا تذاكر بره هيحصل ايه؟ مظاهرات. ان هم قطعوا الدكتور ما شافهمش. انا مالي؟ ايه؟ انت اللي خرجت من هنا وانا اللي دوست عليك. هي ظروف المكان هنا كده. لو الاجانب اللي بره جم عندنا هنا اتولدوا هنا واتعلموا هنا وقعدوا تحت ظروفنا هيعملوا زي ما احنا بنعمل وساعات اسوء. خلاص؟ بلاش عقده الخواجه. هو هناك كده لان الظروف حواليه كده تحترمه كده. لكن ما تجيش تعوم على عمهم هنا. انا هقعد مع العين واعرف كل حاجه اصلا عمال ايه في 100 واحد بيسب لك بره. واللي جوه مش مبسوط. يعني اللي جوه مش مبسوط واللي بره بيشتم. لان كتر التفاصيل وكذلك الرغي الكثير ملوش لازمه. عيان اتكلم معاك في الماديات. اقف. اطلع مع السكرتيرة هي تعمل لك ديسكاونت. بس. لوك 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 كتير مع العيان خليته يتعود عليك. فبقى الديسكاونت ده لما نتكلم فيه بقى ايه؟ كده. السيرجيكال سايت انفكشن. بما فيها بقى موضوعين مهمين ارجو يعني ان انتوا تقروهم قبل ما تقروهم. تيتنس وجهاز جانبي. خلاص؟ بعد كده هيبقى في صفحه الانتيبايوتكس والبيرن ويبقى خلاص كده ان شاء الله تبقى فبسيطه خلاص يعني احنا قدامنا كتير يعني يمكن اخر محاضره في 12 او اخر سنه في 12 ما ناخدش